ازيك؟ انا كان نفسي الحلقه دي تتعمل في ظروف احسن من كده وتبقى فيها فلسطين حره مش محتله ولا يكون شعبها في خطر. معروف فلسطين اتاخدت ازاي والظلم وعدم الانسانيه اللي بيتعرضوا له كل يوم بيتعمل ازاي. وببساطه انت ممكن تعمل سيرش عن الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين عشان تعرف اكتر عن الموضوع ده. بس النهارده هنتكلم عن فلسطين زيها زي اي بلد تانية حره جميله بنتكلم عنها في بيسوهات. هنتكلم عن الناس وعن الأكل وعن العادات وعن الأمان اللي مش موجود وصعوبات العيش فيها كفلسطيني. بس الأول لازم نعرف أن فلسطين متقسمة لثلاث أقسام: الضفة الغربية وغزة والجزء المحتل. والناس الفلسطينيين اللي موجودين في الجزء المحتل ده هم الناس اللي كانوا موجودين في المكان ده بالظبط قبل التقسيمة سنة 1948، رفضوا يسيبوا الأرض في ساعتها، وعددهم دلوقتي بقى أكتر من 20% من المكان المحتل ده. الناس دي عندها حرية أكتر من الناس الفلسطينيين اللي موجودين في الضفة الغربية أو اللي موجودين في غزة. عندهم كمان باسبور إسرائيلي، وده بيديهم حق التنقل لأي بلد تانية هم عايزينها، وكمان من حقهم إنهم يروحوا عند أهلهم اللي في الضفة الغربية. لكن الناس اللي في الضفة الغربية ما يقدروش يروحوا لهم خالص، ما يقدروش يدخلوا جوه الأماكن المحتلة. لو الناس عرب الداخل أو فلسطينيين الداخل عايزين يزوروا أهلهم اللي موجودين في الضفة الغربية، أثناء رحلتهم بقى في الطريق ده كله بيعدوا على نقط تفتيش كتير جدا وبيفتشوهم تفتيش جامد جدا، وتفتيش العربيات بتاعتهم. ممنوع تدخل أي حاجة معاك، يعني مينفعش تاخد حاجات من هنا توديها مثلا عند أهلك، ممنوع حتى تنقل زرع أو ورد حتى. نقاط التفتيش أو الحواجز الأمنية اللي موجودة في الضفة الغربية لوحدها أكتر من 630 حاجز. الناس اللي بتعدي على الحاجز الأمني اللي موجود في الضفة الغربية قدامهم أربع احتمالات لحاجات يحصل. أول واحد إنك أنت تعدي عادي، تاني حاجة إنك أنت تتمنع من الدخول أو من الخروج يعني من الحاجز ده، تالت حاجة إن هم ممكن يعتدوا عليك ويحبسوك، رابع حاجة هي إنك أنت تتعرض للقتل. عرب الداخل او فلسطينيين الداخل دايما بيعانوا من العنصريه، عنصريه اليهود نفسهم اللي عايشين معاهم في نفس المكان، وعنصريه من الفلسطينيين سواء كانوا في الضفه الغربيه او في غزه. يعني حتى بيقول عليهم شمنت، ودي كلمه عبريه معناها زبادي، ومحدش اصلا فاهم ليه زبادي. ده بالرغم ان في ناس كتير منهم بيوتها متهدده ان هي تتاخد منهم او تتهد، وده كان طول السنين اللي فاتت ولحد النهارده. طول السنين اللي فاتت دي في صراعات وتهديدات طول الوقت. طبعا الفلسطينيين في الداخل عايشين عيشه احسن من الضفه ومن غزه، بيشتغلوا عادي بس بحدود. مثلا في فلسطين في الداخل اللي هي المحتله دي، العرب متقدمين جدا في المجال الطبي، معظم الدكاتره الموجودين عرب او فلسطينيين وما يقدروش يستغنوا عنهم هناك. بس نيجي لشغلانات تانية في مجال التكنولوجيا مثلا، هتشتغل عادي ايوه بس مش هتقدم فيها قوي. حاجه زي قطاع الطيران مثلا او المطار، مستحيل حد عربي من اصل فلسطيني يشتغل هناك، وده طبعا لاسباب سياسيه ومعروفه. دلوقتي احنا اتكلمنا عن فلسطينيين الداخل او عرب الداخل او الاراضي المحتله، تعالوا دلوقتي نتكلم عن الضفه الغربيه. اهل الضفه الغربيه ما عندهمش طبعا باسبورات اسرائيلي، عندهم باسبورات فلسطينيه، ده لو عرفوا طلعوها او ملهاش لازمه اصلا عشان السفر صعب جدا. ما عندهمش مطار، وطبعا ما يقدروش يزوروا اهلهم اللي موجودين في الاراضي المحتله اللي هي في النص او في غزه. حوالين الناس اللي موجودين في فلسطين في الضفه الغربيه، يعني جوه الضفه الغربيه، في مستوطنات اسرائيليه كتير، وعدد المستوطنات ده كل مدى بيزيد واستفزازهم بيزيد. والشرطة الإسرائيلية ما بتعملش أي حاجة لأي واحد إسرائيلي يضايق أو يقتل أو يضرب أي حد تاني فلسطيني، سايبينهم براحتهم. في الضفة الغربية ما عندهمش صرف صحي كويس خالص، وما عندهمش كهرباء كويسة ودايما بتقطع. إسرائيل بنية طرق جديدة حلوة نظيفة بين المستوطنات الإسرائيلية اللي موجودة في الضفة الغربية، والطرق دي بتوصل للأرض المحتلة اللي في النص. وفي أعياد اليهود، وأعياد اليهود كتير، منع من الفلسطينيين ان هم يدخلوا اكتر من 65% من الشوارع الرئيسيه عشان اليهود ياخدوا راحتهم، وده غير طبعا الجدار العازل. عزلت القدس بشكل كامل عن الضفه الغربيه، يبلغ طول الجدار نحو 730 كيلومترا وارتفاعه 8 متر، وده بيحاصر القدس من الجوانب الاربعه. الضفه الغربيه عندهم مشاكل كتير في الشغل، يعني كواحد عايز يشتغل يعني المرتبات قليله قوي، بس كمان بالتالي الاسعار بتاعت السلع مش غاليه قوي، بس بالنسبه لهم طبعا غاليه، وده بيخلي فلسطينيين الداخل اللي موجودين في الداخل في الارض المحتله بيروحوا يشتروا الحاجات اللي عايزين يشتروها من الضفه الغربيه، لان هم سهل طبعا بالنسبه لهم دخول، معاهم باسبور اسرائيلي، وكمان السلع بالنسبه لهم رخيصه هناك لان جوه في الارض المحتله غاليه. ونسبه البطاله في الضفه الغربيه 14.2%. تعالوا بقى نتكلم عن غزه واهل غزه. اهل غزه متحاصرين وعندهم الجزء بتاعهم ده بس، مقفول عليهم، ممنوع حد يدخل او يخرج، والحل الوحيد ان هم يخرجوا هو معبر رفح واللي هي ماسكاها طبعا مصر. المعبر ده مش دايما مفتوح، ساعات بيقفل ساعات بيفتح، ولو حد عايز يسافر فبيسافر عن طريق مصر وبعدين يروح بقى لاي مطار من مطارات مصر ويسافر من هناك، واوقات بعد ما بيوصلوا للمعبر بيرجع عشان المعبر ده مقفول مثلا او في اي مشاكل فخلاص.
انت حظك. المواد الغذائية مش كلها متوفرة في غزة، مش كل البضايع ينفع تدخل غزة. في مواد كتير او بضايع اسرائيل بتقول عليها ثنائية الصنع، وده بمعنى ان السلعة دي ينفع تستخدم كأكل مثلا وينفع تستخدم في حاجة تانية كسلاح، فيقولك دي ممنوعة. نسبة البطالة في غزة وصلت لأكتر من 45%. من نتائج الاحتلال الناس ما بتبقاش متخيلها، يعني مش بس ضرب وعنف، لا يعني ده كمان بيأثر على البنية التحتية. فالانترنت في فلسطين بتوصل سرعته بتبدأ من 1.5 ميجا ل6 ميجا، ومن قريب دخلت لهم الشبكة بتاعت 3G اللي هو دلوقتي في دول فيها 5G أصلا يعني، بس من قريب دخلت 3G. تعالوا نتكلم عن الفلسطينيين. اللي بيميز الشعب الفلسطيني هي البساطة والتسامح الكبير والكرم، كرم الضيافة واحترام الأديان، وده بطبيعة المكان لأن هو مكان بتاع 3 أديان، غير ان في طوائف تانية مثلا زي الموجودين في حيفا الأحمديين والبهائيين. الفلسطينيين مناضلين ومقاومين لعشرات السنين وعندهم شهامة رغم كل المصاعب اللي بيعيشوها، ان كان من الاحتلال او من نظرة العالم ليهم، هم صابرين جدا زي ما انتوا شايفين كده، ورغم كل حاجة بيروحوا شغلهم كل يوم وما تحسش بأي مشكلة خالص. العادات الفلسطينية. العادات خصوصا في العيد، ان لما تروح لحد في زياره في العيد كده لازم تاخد معاك فول سوداني، دي منتشره جدا خصوصا في غزه، بيذبحوا ويوزعوا اللحمه في اي مناسبه، جواز، عزاء، واحد جاب بيت جديد، واحد لقى شغل جديد، واحد سافر، واحد رجع من السفر، بيذبحوا. عندهم في عادات الجواز في حاجات كتير بتميز الفرح الفلسطيني. الفرح بيبقى متقسم على 3 ليالي مش ليله واحده، ليله عند العروسه وليله عند العريس، وفي فرح بقى في الاخر. في كمان ان قبل الفرح بشهر او بشهرين بيعملوا حاجه اسمها التعليل، بيجمعوا كل الناس اللي هتحضر الفرح وبيروحوا بيت العريس وبيت العروسه، بيغنوا وبيرقصوا على الطبله، وده لكذا يوم ورا بعض لغايه الفرح. بعد التعليل بيبقى في حاجه اسمها جبله الحنه، ودي فيها بيعملوا الحنه اللي هيحنوا بيها العريس والعروسه. تاني يوم بتبقى سهره العروسه او ليله العروسه وبيحنوا العروسه، بعدها بيوم بتبقى حنه العريس وبيحنوا العريس، واللي بعده بيبقى الفرح نفسه. سواء في اليوم ده او ده او ده او ده، هم لازم يرقصوا على الدبكه الفلسطينيه ويلبسوا لبس التراث الفلسطيني. خلصنا الفرح، تعالوا نتكلم عن عادة من عادات الوفاة. لما حد بيبقى فيه حد متوفي بيجيبوا الجريب بتاع النخل وبيحطوه عند بيت المتوفي، يعلقوها مثلا في عمود او على باب او على اي حاجة عشان اللي معدي يعرف ان فيه شخص متوفي هنا. تعالوا نتكلم عن الاكل الفلسطيني. بصوا، فلسطين مشهوره جدا بزراعه الزيتون، ما ينفعش تروح فلسطين من غير ما تاكل زيتون وتشرب زيت زيتون. غرد يا بلبل عزتون. يمكن احسن زيتون في العالم. في 8 مليون شجرة زيتون في فلسطين. شجرة الزيتون هي رمز البلد. وبالنسبة للأكل فمن أشهر الأكلات اللي هناك المفتول. الأكلة دي بيحبوا يأكلوها بالذات في الشتاء. الأساس بتاعه هو حاجة زي الكسكسي شوية بس أكبر، وبيتعمل بالبهارات وبزيت الزيتون وبالفراخ أو اللحمة، حمص وبصل وصلصة. تاني حاجة المقلوبة، وأنا بحبها أوي بصراحة. أسامة صاحبي فلسطيني مرة عزمني، دخلنا المطبخ وعمل مقلوبة رهيبة، من أحلى المقلوبات اللي أكلتها في حياتي. كنت عايز اقول كده. هي اكله قديمه جدا وكانوا زمان مسمينها البتنجانيه، وده طبعا عشان البتنجان الكتير اللي فيها. هي ممكن تتعمل باللحمه او الفراخ او السمك مع الخضار والبتنجان من تحت، وفوقيها رز، وبتتقلب في طبق كبير، وعشان كده اسمها مقلوبه. بعد ما بتتقلب بتحط بقى من فوق ايه، اللوز مثلا او صنوبر متحمص. تحيه لاسامه، نعمله باي باي. بعد كده في مسخن، هي فراخ مشويه في الفرن مع البصل والسماق والسمسم والزعفران والصنوبر المقلي، وتحتها عيش عربي او خبز. تعالوا ندخل على الحلويات، بس محتاجين نحل دلوقتي. يا لهوي، كنافه النابلسيه، طبعا هي من نابلس، معموله بعجينه كنافه ناعمه، وفي النص جبنه بيفرفتوها كده 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 كده. بعد بقى ما بتستوي وتقطع وتشد الكنافه، بتشد يعني كانها اتنين يشدوا قدام بعض. طبعا لما بتستوي بقى بيحطوا عليها شربات وفستق حلبي. يا لهوي. تعالوا بقى نتكلم عن مدن فلسطين. اهم ميزه في فلسطين ان هي بلد جبليه، تقدر تشوف البلد او مدينتك من اي نقطه في مكان عالي. لو انت ساكن في مدينه فوق وعاليه وفي اخر نقطه فوق، تقدر تشوف المدينه كلها، زي نابلس في الضفه الغربيه مثلا، تقدر تشوف نابلس كلها من فوق. تقعد تمشي في الشوارع وفي نفس الوقت انت طالع، وفي الاخر هتشوف البلد كلها. رباب مثلا، واحده من اللي ساعدونا في الفيديو ده، هي ساكنه في حته اسمها ام الفحم، ودي في الداخل الفلسطيني. ام الفحم يا اجمل مدينه،
والمدينة دي مليانة منحنيات، في نقط كتير في المدينة دي عاليين تقدر تشوف منها مدينة أم فحم كلها وتشوف قد إيه البلد دي جميلة. أنا عايز أكلمكم عن مدن فلسطين، بس مش هقدر أتكلم عن المدن كلها عشان وقت الحلقة ما يطولش قوي مننا فمحدش يزعل. تعالوا نتكلم عن القدس. مدينة القدس هي عاصمة فلسطين، كمان هي مهد الديانات السماوية الثلاثة، الإسلام والمسيحية واليهودية. المدينة دي بقالها أكتر من 5000 سنة، بالتالي هي واحدة من أقدم مدن العالم. دخل عليها حضارات وعصور كتير جدا، زي العصر البرونزي والحديدي والهلنستي والروماني والبيزنطي والصليبي والأموي والعباسي والفاطمي والأيوبي والمملوكي والعثماني، وبعد كده دخل عليها كمان الاحتلال البريطاني الأول، وبعد كده إسرائيل الكبيرة. من أهم الحاجات اللي في القدس هو المسجد الأقصى، هو أهم معلم ديني وأثري في فلسطين، هو واحد من أكبر المساجد في العالم وأول القبلتين في الإسلام. هو عبارة عن مساحة كبيرة متحوطة بسور. جوه المنطقة دي، جوه السور ده، مسجد قبة الصخرة، ده اللي هو بتشوفوه دايما القبة بتاعته لونها ذهبي. هو كامل المنطقة المحاطة بالسور ويقع جنوب شرقي مدينة القدس، و200 معلم تاني جوه السور ده عبارة عن مساجد ومباني ومآذن. جنب المسجد الأقصى في كنيسة القيامة، بيجي لها آلاف السياح كل سنة من العالم كله، وفي اعتقاد أن سيدنا عيسى مدفون فيها وأن اتصلب فوقيها. بعد كده غزة. غزة دي مدينة جميلة جدا في مكان جميل جدا، وهي موجودة على الحدود المصرية، ودايما المدينة دي مهمة جدا عشان مكانها على الخريطة حلو قوي ومميز قوي، وان هي كمان على الساحل بتاع البحر المتوسط، فده بيديها أهمية كمان. برضو عدى عليها حضارات كتير قوي واحتلالات كتير قوي، زي الفراعنة مثلا لما دخلوها قبل كده، والإغريق والرومان والبيزنطيين والعثمانيين دخلوها، وبقت تحت الحكم الإسلامي فترة، والأيوبيين والمملوكيين، وبريطانيا طبعا دخلتها، وإسرائيل دلوقتي بتحاول تاخدها ومش هتعرف. كانت دايما هي طريق التجارة ما بين مصر وفلسطين والجزيرة العربية. بعد كده مدينة الخليل، دي من أعلى المدن الفلسطينية ارتفاعا، عالية جدا، على ارتفاع 950 متر فوق مستوى سطح البحر، وهي من أقدم مدن فلسطين، هي من أقدم دول العالم كله مش فلسطين بس. المدينة دي موجودة من 5500 سنة، ودلوقتي الخليل هي من أهم المدن الصناعية والتجارية في فلسطين. إنتاج الخليل لوحدها هو أكتر من 20% من إنتاج مدن فلسطين كلها. مشهورة بالصناعات اليدوية والإزاز والفخار والأغذية والجلود وصناعات تانية كتير، وفيها كمان المسجد الإبراهيمي اللي بيزوره آلاف السياح كل سنة، وهو أقدم مسجد في مدينة الخليل، وفي اعتقاد أن سيدنا إبراهيم مدفون في المكان ده. السور اللي حوالين المسجد مبني من أكتر من 2000 سنة. بعد كده مدينة أريحة. طبعنا تابوت وطفعت الريحة، نزلنا بنزين وكنا بنزيحك، ملع كروت وملع فضيحة، الشاب سجين من وقت أريحة. مدينة أريحة قريبة جدا من البحر الميت. المدينة دي حر جدا، وده بسبب ان هي منخفضة قوي عن سطح البحر، 274 متر تحت مستوى سطح البحر، وده بيخليها أخفض مدينة في العالم، وكمان هي أقدم مدينة كان فيها سكان في العالم. العلماء لقوا بقايا أثار فيها بتبين إن كان فيها ناس عايشين من أكتر من 9000 سنة قبل الميلاد. المدينة دي شعبية جدا عشان فيها مطاعم وفنادق وفيها كل حاجة، فيها تلفريك ومتحف وفيها الحديقة الروسية، فيها كمان قصر هشام، اتبنى القصر ده في وقت الدولة الأموية. القصر ده تحفة معمارية ومعماره مميز جداً، جواه جوامع وقاعات وأعمدة، الحاجات دي مزخرفة بالفسيفساء، شكلها تحفة. من أهم الأماكن اللي لازم تتزار برضو في فلسطين هي كنيسة المهد، هي موجودة في بيت لحم. كنيسة المهد والمسجد الأقصى أهم معلمين موجودين في فلسطين. الكنيسة دي اللي اتولد فيها سيدنا عيسى، عشان كده طبعا اسمها المهد، ودي من أكتر الأماكن المقدسة للمسيحيين، وبييجوا يحبوا فيها المسيحيين من كل مكان في العالم، واليونسكو مصنفها من التراث العالمي. فلسطين مليانة أماكن تانية حلوة كتير، بس لو قعدنا نتكلم في الحلقة دي 10 ساعات مش هيكفي. معاناة الشعب الفلسطيني بتزيد كل يوم عن اليوم اللي قبله، ومحدش عارف امتى ينتهي الوضع ده وتبقى دولة زي أي دولة تانية. بس أنا عايز أشكر كل الناس اللي ساعدتني في الحلقة دي: رباب مصري من فلسطين، حمزة توكان من فلسطين، ورونق من فلسطين، وعبد الله ناجي من فلسطين، ومحمد مراد ده من مصر، واحد صاحبي من نجد عبي. شكرا ليكم جدا جدا، واستنونا في الحلقة الجاية من بسواد.